قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، ولقد اطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة خارقة، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم، لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو إليها البشر جميعًا. صلى الله عليه وسلم